شارك سعادة السيد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في القمة العالمية للذكاء الاصطناعي 2024 المقامة تحت رعاية سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بالمملكة العربية السعودية. وشارك الرئيس التنفيذي في الجلسة الوزارية تحت عنوان النهج العالمي لتعزيز الحوكمة الأخلاقية للذكاء الاصطناعي، واستعرض فيها الجهود التي تبذلها مملكة البحرين في مجال توظيف التقنيات، مؤكدا أن المملكة في ظل الرؤية الملكية لجلالة الملك المعظم وتوجيهات الحكومة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تعمل على استثمار التقنيات الحديثة وتوظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحسين الخدمات الحكومية وزيادة فاعلية وأداء مختلف القطاعات تحقيقا لعملية التحول الرقمي الشامل في المملكة، مشيرا إلى جملة من المبادرات الوطنية التي تبنتها مملكة البحرين في مجال الذكاء الاصطناعي. وأكد القائد أن مملكة البحرين تعد من الدول الرائدة في مجال تحقيق الحوكمة الأخلاقية للذكاء الاصطناعي من خلال تطبيق السياسات والمبادئ التوجيهية والمبادئ الأخلاقية والأسس التنظيمية. أننا نؤمن في البحرين أن كل دولة لديها نماذج مختلفة وبحاجة إلى قياس نفسها بطريقة وفق نضجهم في استخدام الذكاء الاصطناعي، سواء كان ذلك هنالك صرامة في تطبيق هذه النماذج أو وضعا أهدأ في تطبيقها. نؤمن في البحرين كذلك أن هدف من هذه التدابير ليس هو أن يتم صياغتها لقطاعات معينة مثل الذكاء الاصطناعي، لكن كلما كانت هنالك تقنية جديدة مثل الذكاء الاصطناعي أو غيره علينا أن نهتم بقوانيننا ونتأكد أن كل المشكلات أو كل التحديات والعدالة والمساواة كل هذه الأشياء موجودة في قوانيننا، وأن يكون لدينا إرشادات ملائمة يمكن اتباعها.